لحظة. أهلا بكم متابعي قناة الملوك. اليوم سوف نتعلم طريقة غر فراخ الباجي بعمر أيام. طبعا الفراخ الكبيرة من السهل غرها وتأكيلها يدوي، ولكن الفراخ بعمر أيام، بعمر يوم، يومين، 3 أيام، تكون يعني إلى عمر أسبوع، تكون من الصعب وتحتاج إلى خبرة. اليوم سوف نعلمكم الطريقة إن شاء الله. طبعا يوجد هذا الإبرة، هذه إبرة جاهزة، إبرة غر جاهزة للفراخ. هذه إبرة جاهزة، لاحظوا تستخدم للفراخ، ويمكن تجهيز إبرة غر في البيت مثل هذه. طبعا يفضل عند استخدام أو غر الفراخ الصغيرة أن نستخدم مثل هذه الجلدة، السيليكون، هذا نوع السيليكون. طبعا عندما ندخل هذه الجلدة هذه في فم الفرخ يعني لا يتعور، لأنها خفيفة وسيليكون، بعكس هذه الجلدة، لاحظها. هذه ممكن أن نستخدمها للفراخ الكبيرة، يعني من عمر 15 يوم، 20 يوم. وهذه نستخدمها للفراخ الصغيرة بعمر أيام، لاحظوا خفيفة جدا ورطبة. الآن سوف نقوم بغر واحد من الفراخ الصغيرة. نأخذ هذا الفرخ الصغير. طبعا الفرخ ما شاء الله تبارك الله، الأم تأكل الفراخ بشكل جيد. هذه الأم تعتبر مهتمة، تحظوا جميع الفراخ ما شاء الله تبارك الله، الأم تطعمهم بشكل جيد. طبعا الطريقة بسيطة جدا كما شرحت لكم في المقطع السابق. نمسك الفرخ باليد اليسار وتكون السرنجة في اليد اليمين، ندخل كما تلاحظون، ندخل الجلدة في الاتجاه الصب في اتجاه هذا الصبع، اصبع هذا الاصبع، اصبع اليد اليسار. لاحظوا ان السرنجة تدخل الى المعدة. طبعا الفرخ ما شاء الله تبارك الله المعدة حقه فيها أكل، فلا نطعمه كثيرا. ويمكن نستخدم هذه ضروري جدا أن نبعد الهواء، أي هواء في داخل السرنجة يؤثر على الفراخ. نمسك مثلا هذا الفرخ الكبير بنفس الطريقة، يكون الفرخ في اليد اليسار والسرنجة تكون في اليد اليمين.
ندخل هلا. نعم لحظة، لحظة ما شاء الله تبارك الله. فاستخدام أنصح أي شخص يجد من هذه السرنجة أن يستخدمها. طبعا هذه أفضل بكثير حتى من استخدام هذه السرنجات، لأنها تدخل في فم الفرخ بسرعة ولا تؤثر على منطقة الحلق أو الحويصلة أبدا. بالنسبة للأكل المستخدم، أنا شرحت في المقطع السابق أنواع الأكل، هو السيريلاك، طبعا السيريلاك الخالي من عفوا السيريلاك بالقمح فقط، وأيضا يوجد خلطة الحبوب، سوف أضع لكم الرابط في أعلى الفيديو وفي صندوق الوصف، وأيضا ستجدون شرح الخلطة أو الطعام هذا في صندوق الوصف في أعلى الفيديو وفي صندوق الوصف، وأيضا ستجدونه مثبت في أول تعليق. هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم.